فتزوجها، وبعد الزواج زوجي لبست نقاب، ووالدي اعترض على أني ألبس النقاب وبشدة ضاق سدادني بالقتل. ولما رحت بيت والدي حجزني مكان، مش عايز يروحني لزوجي، وجرى ورايا بالسكينة وقال لي ما تدخليش بيتي تاني. فأنا حاليا ما بروحش عند بيت بابا ولا بكلم بابا، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب. شتمني بأبشع الألفاظ، وساعات يعملني كويس عشان يضحك علي وروح. لا يعني وصل به الأمر إلى هذا الحد، ما أدري ما هذا الشيطان كيف صنع بوالدك. على كل حال لا تذهبي إليه، لأنه بهذه الطريقة ممكن يفعل أشياء لا ترضي الله. أعوذ بالله، الكراهية للدين تصل إلى هذا الحد. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عافنا يا رب من هذا البلاء.